اليوم نتكلم على طريق السيار روتوروت. كاين بعض السواق على بالهم روتوروت سيتان دونجي سيتان بري دونجي، لو كان الانسان لو كان ما تكونش عنده اليقظه ويكون مركز في السياقه تاعو. على بالكم روتوروت سيتان فين ملي يبقى الانسان يشوف فيه هو يمشي دي كيلومتر دي كيلومتر، هذاك الفيلم بالذات، لان ذاك الفيلم سي روتوروت معناتها كاين بيطون منا بيطون منا، الانسان يغيس معها ويبدا يفكر في امور واحده اخرى ويدير حديثه. نعطيكم في سبيل المثال الطرقات الوطنيه، لماذا تصيب الانسان متفطن؟ باسكو كاين لي فيراج، كاين لي كوت، كاين لي دودان، كاين لو ستوب، كاين كذا، باش يلحق المكان هذيك يبقى فاطن. ولكن في روتوروت كاين ان فيلم، كيما انت ما تشوفي ان فيلم تخيل عيال لا فيزيون ماشي مليحه، تبقى تشوفي في الفيلم هذاك حتى يديك ناس ترقدي. بصح كي تشوفي ان فيلم ان فيلم اكسيون وين فيه كذا وفيها الاورور والخلعه، ما انت ما ترقديش، راكي تبقى تشوفي في الفيلم غير خلاص. سي لا ميم شوز لوتوروت، لوتوروت راهي تنعس الناس باسكو سيتي فيزيون ان فيلم اللي يقعد فيلم واحد وانت تغيس معاه وترقد. ولكن في لاروت ناسيونال نو، انسان يبقى او يسوق او يفريني او يجوز في لافيتاس كذا، يكون عنده الحركه الدائمه، وهذاك الوقت ما يديش حوات المرور.